معي عبر الهاتف من بغداد الخبير الأمني والعسكري داوود السعدي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد داوود. كيف تقرأ عسكريا ما وصفه المسؤول الأمني العراقي بأنه انهيار؟ يعني حقيقة منذ أكثر من 24 ساعة بدأ الانهيار الحقيقي لعناصر تنظيم داعش وهربهم من الجانب الأيسر. مبدئيا يعني الجانب الأيسر بات عسكريا ساقط بالكامل بيد القوات الأمنية العراقية من مكافحة الإرهاب وقوات الجيش والشرطة الاتحادية، خاصة بعد تحرير حي البلديات والوصول إلى المنطقة القريبة من محاذاة نهر دجلة باتجاه الجسر الرابع، وهي المرة الأولى التي تصل بها قوات عراقية إلى قرب الجسر الرابع من مدينة الموصل، يعني من الساحل الأيسر، وكذلك تحرير منطقة البلديات أتاح للقوات العراقية فرصة للوصول إلى مناطق استراتيجية والسيطرة على أحياء أخرى. يعني كانت هناك معارك في بعض الأحياء، لكن القوات العراقية تمكنت من تجاوز جميع المعوقات التي وضعتها عناصر داعش الإرهابية، وبالتالي تمكنت من تحرير مناطق أخرى دون أي مقاومة من هذه العناصر بعد أن هربت إلى الجانب الآخر، والبعض منها بدأ يفكر في طريق للهروب إلى سوريا وربما إلى الرقة باتجاه هذا ما ساعد باتجاه حدود سوريا. موضوع الانهيار يعني داعش، أداؤه المختلف الضعيف في الفترة الأخيرة كما يصف المراقبون، هرب مقاتلين داعش، هل هذا ما ساعد القوات الأمنية إلى تقدم أسرع بالفترة الأخيرة نتحدث عنه؟ حتى المناطق شرقية الموصل كما ذكرنا ستستعيدها القوات العراقية خلال ساعات، أو هناك عوامل أخرى أيضا غير موضوع هرب أفراد داعش؟ تفضل. لا، هناك يعني خلال 8 يوم التي مضت كانت هناك 3 مراحل لتقدم القوات العراقية. المرحلة الأولى كانت سريعة جدا دون مقاومة من داعش، بدأوا بالهروب كمرحلة أولى، بعد ذلك كانت مرحلة أبطأت فيها القوات العراقية من تقدمها لأغراض إعادة التنظيم وتسليم بعض المناطق لأهالي مدينة الموصل للسيطرة عليها وحفظ الأمن في هذه المناطق، خشية أن يعود تنظيم داعش بطريقة أو أخرى إلى هذه المناطق. اليوم احنا ضمن إطار المرحلة الثالثة والتي تتمثل بتحرك سريع لهذه القوات بعد أن انهار بالكامل تنظيم داعش ونقصت قواته، إضافة إلى تطويق مدينة الموصل بالكامل، وهذا ما منع وصول عدد من ربما مسلحي تنظيم داعش سواء من المناطق الحويجة أو ما شابه ذلك أو من مناطق الحدود السورية العراقية، وبالتالي أعتقد أن جميع تلك العوامل ساعدت على تحرك سريع لتلك القوات. اليوم نحن بانتظار مرحلة جديدة ربما تتمثل بالمعارك في الجانب الآخر، وهي ربما معارك تستخدم فيها استراتيجية مختلفة، ربما استراتيجية الإنزال الجوي وهي الواردة أكثر الإنزال في بعض المناطق، وربما استراتيجية أخرى أيضا تتبعها القوات العراقية وهي عبور جسور تقوم بوضعها القوات الهندسة العسكرية العراقية، وبالتالي العبور إلى الجانب الآخر، واستخدام أسلوب الحرب الشوارع باستخدام عناصر مدربة من جهاز مكافحة الإرهاب بمساندة ومعلومات من التحالف الدولي، بالإضافة إلى جهات أخرى من الجهات الشمالية والشرقية ربما تكون لقوات البيشمركة التي هي ربما يكون تدريبها أفضل من تلك القوات وأكثر، ربما تقوم بمسك تلك المحاور والتقدم باتجاه هذا الجانب. أنا أشكرك جزيلا من بغداد سيد داوود السعدي الخبير الأمني والعسكري.